systemic skeletal disorder اللي يحصل فيه انه يصير في compromised bone strength وتقل البون مينرال دينستي وبعدين يكون البون مور فراجايل ويكون susceptible to fracture. هذه الصورة طبعا تبين لكم البون ماتريكس في الاستيوبروسيس وفي النورمال. لو تشوفون هنا البون دينستي كيف تكون كبيرة وهنا كيف تكون في الاستيوبريتيك بون. واضح الفرق بينهم. الاستيوبروسيس يعني عالميا it's affect 2 million women all over the world. مشكلة الاستيوبروسيس والمشكلة تزيد مع العمر، يعني كل ما كان الإنسان متقدم في العمر كل ما كان معرض أكثر أنه يعاني من مشكلة الهشاشة. فلو نجي نشوف الومنز اللي في العمر الستي فنلقى تقريبا واحدة من بين كل 10 تعاني من الهشاشة. كل ما تقدم العمر كل ما كان الموضوع أكبر. ففي عمر 90 تقريبا 2/3 of women they having osteoporosis. المشكلة في الاستيوبروسيس اللي هي مشكلة الفراكتشر. فبناء على من كل 2 مليون هذه تقريبا 9 مليون they have fracture سنويا. وإذا حصل الشخص الإنسان إذا حصل عنده osteoporotic fracture فيكون more prone أكثر إنه يحصل له الكسر مرة ثانية. فالدراسات بينت إنه إذا حصل له كسر فيكون نسبة إنه يحصل له كسر مرة ثانية osteoporotic fracture 86%. الصورة هذه تبين لكم كيف إنه النساء يعني more prone أكثر من الرجال. فمن بين كل 5 رجال عندنا واحد برون انه يحصل له osteoporotic fracture، بينما الفيميلز من بين كل 3 ومنز 1 ار برون از برون تو هاف osteoporotic fracture. طيب هذه المشكله هذه كانت عالميا، طيب لو نجي عندنا في المملكه في السعوديه فنلقى ان المشكله كبيره جدا عندنا في السعوديه مقارنه في الدول الغربيه. الدول الغربية يكون عندهم أقل النسبة، لكن احنا مثلا لو نجي وناخذ اللي أعمارهم من 70 إلى 80 سنة فنلقى أنه عندهم تقريبا 3/4 they have osteoporosis وهم لا زالوا في العمر هذا من 70 إلى 80 سنة. لو نجي للي 60 إلى 69 سنة نلقى 62% منهم they have osteoporosis. فالمشكلة كبيرة عندنا في السعودية. في دراسة تمت على تقريبا more than 450 postmenopausal women وكانت النتيجة انه عندهم more than half they have either osteopenia or osteoporosis. طبعا الموضوع هذا مؤرق بالنسبة لنا، فهذا اللي يعني جعل الوزارة انها تفكر في موضوع الاستيوبروسيس كنترول بروجرام، وهذا البروجرام بدأ في عام 1431 وهو يهدف الى انه ديكريز البردن اوف osteoporosis اند الكومبليكيشن. طيب ايش استراتيجيه التنفيذ بالنسبه للبروجرام؟ في عندنا شقين، الشق الاول اللي هو البرايمري بريفنشن وفي عندنا السكندري بريفنشن. البرايمري بريفنشن يعتمد بشكل اساسي على انكريز الاويرنس اوف ذا بيبل اباوت ذا ديزيز. لجميع الاعمار هذا لجميع الاعمار البرايمري بريفنشن والسكندري بريفنشن اللي هو ثرو سكرينينج. طيب نبدا بالاول اللي هو البرايمري بريفنشن. لما نقول برايمري بريفنشن يعني هيلث اديوكيشن. لما نقول برايمري بريفنشن يعني هيلث اديوكيشن. اديوكيشن اباوت وات؟ عن الديزيز والكومبليكيشن والكوزز، عن اهميه الفيزيكال اكسرسايز. السبب انه عندنا المشكله الكبيره في السعوديه عندنا because of lack of exercise و lack of sun exposure. وكانت المشكله عندنا كبيره. الفيزيكال اكسرسايز دائما نعول عليها، ويمكن انتم يعني في المجال الصحي الان لو في اي مكان تلقون دائما يتحدثون عن ممارسه النشاط البدني. على الاقل مشي نص ساعه 3-5 أيام في الاسبوع مهمه للجميع للجميع. طبعا على حسب العمر على حسب القدره، ولكن اقل شيء ان احنا نطلبه انه على الاقل يمشون نص ساعه.
بالإضافة إلى ممارسة أي أنشطة بدنية أخرى. نجي لموضوع السن إكسبوجر، مهمة جدا أن حنا نثقف الناس على أهمية التعرض للشمس والأوقات المناسبة والمدة والأجزاء وكم يحتاج وكم من الجسم يحتاج على أن حنا نعرضه للشمس. مهم جدا حنا يعني يثقفون الناس ويزيد الوعي الصحي عن أوقات التعرض للشمس في فصل الشتاء من الساعة 8:30 لحد الصيف عفوا من الساعة 8:30 لحد الساعة 10 ومن الساعة 2 لحد الساعة 4 وبعدين في فصل الشتاء من الساعة 10 لحد الساعة 2 مطلوب 20% تقريبا من الجسم انه يعرض لمدة 15 دقيقة على الأقل 3 مرات في الأسبوع انهم يتعرضون. مهم جدا ان احنا نثقفهم على انهم اذا كانت الشمس عمودية انهم يتجنبون التعرض لها علشان ما يحصل لهم بعد سكين بير. نجي للجزء الآخر اللي هي البروبر نيتريشن، وهذه بعد من الأشياء اللي قد يكون لها دور في الحشاشة عندنا نسبتها عالية. البروبر نيتريشن على العناصر الغذائية اللي هم يحتاجونها الناس، سورس اوف كالسيوم اند ذير ريكويرمنت. الكالسيوم ايش المواد ايش العناصر الغذائية اللي متوفر فيها الكالسيوم، كم يحتاجون من الكالسيوم يوميا، بعدين سورس اوف بروتين وذير ريكويرمنت. البروتين متوفر في العناصر الغذائية، لحوم، بيض، ألبان، مكسرات. فهذه من الأشياء الأساسية اللي حنا نحتاج إن to increase their awareness. من الأشياء المهمة اللي source of vitamin D and the requirement. الفيتامين دي يمكن العناصر الغذائية قد يكون فيها شح في يعني قد لا تكون يعني مصادر جيدة لفيتامين دي وهي محدودة، يعني عندنا صفار البيض، عندنا أنواع من السمك مثل السردين والسلمون، أنواع من الفطر، والألبان يحتاج أنهم يأخذون أو الحليب أو اللبن يحتاجون يأخذون كميات كبيرة علشان to get their requirement، خصوصاً لو كان low fat أو skim fat milk. فلذلك يعتمد فيتامين دي يعتمد بشكل أساسي على sun exposure، فيقدرون أنه يعني تعرضهم للشمس يأخذون على ما يحتاجونه من فيتامين دي. وبعدين مهم جدا ان احنا increase their awareness about the screening، فهذه جدا مهمه. البرايمري بريفنشن زي ما قلنا انها لجميع الاعمار، لجميع الاعمار، ولذلك احنا نقول دائما ان الهيلث education يتم داخل المركز وخارج المركز. في عندكم اذا كان في فعاليات في المولات، في الأماكن اللي فيها مضمار مشي، الحدائق، المدارس، هذه فرصة جيدة جدا في المدارس إنه increase يعني their awareness بالنسبة للprimary prevention للhealth education. المدارس، مدارس تعليم الكبيرات، فرصة كبيرة جدا علشان حنا نزيد their health education about the disease، وبعدين علشان نثقفهم على أهمية السكرينينج، لأنه في مجموعة منهم قد يكون أعمارهم فوق 60 في مدارس تعليم الكبيرات. طيب هنا نشوف وش الكالسيوم، وش الأغذية اللي بتوفرها فيه. في عندنا الحليب ومشتقاته، لبن، زبادي، لبنة، الجبنة، الخضروات الخضراء. كل ما كانت خضروات خضراء وداكنة كل ما كانت كمية الكالسيوم فيها بشكل جيد، مثل البروكلي، السبانخ، الفلفل الأخضر، الملوخية، البقدونس، يعني هذول كلها متوفر الكالسيوم فيها بشكل جيد. الفواكه المجففة مثل التين المجفف، الحبوب مثل الشوفان، والمكسرات مثل اللوز. هنا نشوف كم الريكويرمنت من الكالسيوم لكل شخص، فهنا على حسب الفئات العمرية، فتقريبا نقدر نقول انه بالنسبه للناس الادلت من 1000 الى 1200، يعني تعادل تقريبا 3 أكواب الى 4 أكواب حليب يوميا. لو اخذ 3 أكواب الى 4 أكواب حليب يوميا يعني they get their requirements من الكالسيوم. طيب في ناس ما يقدرون بياخذون 4 أكواب، يعني ياخذون الحليب كل هالكميه انهم يستهلكونها بشكل يومي، فممكن انهم ياخذونها من البدائل. عندكم البدائل هنا ممكن يكون 1 كوب يعادل 1 كوب زبادي أو كاس ونص من الآيس كريم، أو 1 كوب شوكولاتة، أو البروكلي، البقوليات، أو البيتزا يكون فيها جبنة، 1 إلى 1.5 أوقية جبن، يعني تقريبا في حدود 3
إلى 4 ملاعق جبنة، فهذه كلها تعطينا اللي تعادل 1 كوب من الحليب علشان they get their requirements من الكالسيوم. الإنسان إذا أخذ حاجته من الغذاء من الكالسيوم فما يحتاج أنه يأخذ مكملات غذائية أو أنه يأخذ أقراص. طيب كيف تعطى المعلومة بالنسبة لهم؟ مهمة جدا طريقة إعطاء المعلومة أنها تكون سهلة بسيطة بلغة سهلة، نعطيهم فرصة أنهم يسألون أنهم يشاركون، ونتأكد دائما أنهم فهموا المعلومة بشكل صحيح علشان حتى نصحح المفاهيم المغلوطة اللي هي توصلهم عن التغذية الصحيحة. نجي بعد كذا اللي هي استخدام يقول البامفليتس والدياجرامز، قد تكون يعني يكون في عندنا صورة تكون معبرة أكثر من إن إحنا نتكلم، فمثلا هنا يعطيك عن أهمية التغذية الصحيحة، أهمية ممارسة النشاط البدني والتعرض للشمس، ولو أحتاجوا إنهم يأخذون مكملات غذائية فهذه قد تكون أبلغ من إني أنا أتكلم لو تكون موجودة وهم مثلا في الويتنج أريا ويشوفون مثل الصور هذه. طبعا مهم جدا انكم انتم توثقون انشطتكم بالنسبه للبرايمري بريفنشن، جدا مهم انكم انتم توثقونه في المراكز الصحيه، كلهم عندهم سجل للتوعيه الصحيه تسجل فيها وتوثق جميعا بالصور، توثق بمقاطع فيديو. هذه من الاشياء المهمه بالنسبه للبرايمري بريفنشن. طيب نجي للسكندري بريفنشن اللي هو المقصود فيه سكريننج، والمقصود لما نتكلم سكريننج ان احنا نعمله لمين؟ للناس اللي ما عندهم اصلا سيمبتومز، يعني هذا هو دائما المقصود لما نقول فحص مبكر، يعني ناس ما عندهم اصلا سيمبتومز، فهذا هو المقصود فيه بالسكريننج. طيب كيف نسويه؟ ان احنا نطلب لهم نحولهم عشان يعملون الدكسا سكان. هذا موجود وين؟ موجود في المستشفيات. ليش احنا نسوي لهم دكسا سكان؟ طبعا احنا قلنا لكم ان المشكله مشكله الاستيوبروسيس يعني موجوده وبشكل كبير عندنا بالسعوديه، وبعدين اسوسييتد وذ هاي مورتاليتي وموربيديتي ريت، وكان بي ايزلي ديتكتد يعني بسهوله انه ممكن احنا وي كان تريتد. الدكسا بحد ذاته سيف علشان احنا نفحص عن طريقه، يعني النوع كميه الاشعه ونوعها بسيطه فما لها اي سايد افكت، ومثل ما قلنا انه البيشنت كان بي ستارتد ايرلي قبل ما تحصل عنده المضاعفات. طيب مين التارجت بوبوليشن علشان يكونون يعني نحولهم علشان يعملون الدكسا؟ كل المن والمومنز اللي 60 years and above هذولا من التارجت بوبوليشن. البوست منيبوزال وومن ايضا من التارجت بوبوليشن. طيب الناس اللي أعمارهم من 50 إلى 59 سنة وعندهم ريسك فاكتور، الريسك فاكتور هذه وشي؟ إنه يكون في عندهم فراجايل فراكتشر after 40 years. إيش المقصود بالفراجايل فراكتشر اللي احنا نسميه الكسر الهش؟ إنه الفراجايل with minimal trauma، وأحياناً يكون ما فيه trauma ويحصل لهم الفراكتشر. إذا كان في عندهم vertebral fracture أو low BMD الاكس راي بينت لنا، هذول يكونون من التارجت بوبوليشن. اذا كان في فاميلي هيستوري سبيشالي البيرنتس، اذا كان في عندهم هيب فراكتشر، اذا كانوا كرنت سموكر، اذا كان البي ام اي عندهم ليس ذان 18.5 او ياخذون ميديكيشن، ومن اكثر الميديكيشن اللي هي الناس يستخدمونها وممكن تسبب لهم استيوبروسيس اللي هي برولونج يوز للهايدروكورتيزون. متى نقول ان احنا نحولهم؟ اذا كانوا ياخذون جرعه 5 ملي جرام ديلي مور ذان 3 مانس، ففي الحاله هذه لازم نعمل لهم دكسا. الناس اللي عندهم روماتويدرايتس فهذول من الناس اللي يكونون ريسك فاكتور، يكونون من التارجت بوبوليشن. طيب الناس اللي اعمارهم اقل من 50 سنه في عندنا تارجت بوبوليشن؟ اي نعم، في ناس يكونون عندهم ريسك فاكتور. زي مين؟ زي ما قلنا نفس الشيء، الناس اللي عندهم فراجايل فراكتشر، اللي عندهم هايبوغوناديزم، اذا كان فيه فاميلي هيستوري للهيب فراكتشر خصوصا البيرنت، اذا كان فيه كوشن ديزيز مال ابزوربشن سندروم زي السيلياك ديزيز، اذا كان فيه كرونيك انفلاماتوري ديزيز زي الالسيراتيف كوليتس كرون ديزيز، او اللي ياخذون ميديكيشن زي الكورتيزون. في ميديكيشن يعني ثانيه ممكن انها تسبب الهشاشه زي الانتي كونفولسنت ميديكيشن، الفينوبار،
مجموعة من الأدوية ممكن أنها تسبب الهشاشة. روماتويد أرثرايتس، الناس اللي عندهم أنكنترول هايبر ثايروديزم أو هايبر بارا ثايروديزم، فيحتاج أن حين أن نحولهم عشان يعملون دكسة. إيش البروسيجر علشان حنا نحولهم للدكسة؟ أول شيء أن حنا ناخذ هيستوري منهم ونسوي ريفيو للشارت عشان نشوف مين الناس اللي هم عندهم ريسك فاكتور إذا كانوا مو من التارجت، يعني من الناس اللي لسه 60 وعندهم ريسك فاكتور. وبعد كذا نشرح للمريض عن الدكسة وعن أهميته وعلى أنه ما في عنده يعني ما في عنده أي وما في عنده يعني ما في عنده أي مضاعفات يعني ريجستر. مثل ما بعض الناس قد يتخوف من موضوع الأشعة، يجي بعد قلت لكم نكتب لهم الإحالة. الإحالة وبعدين نسجل في السجل. سبق اني انا ذكرت انه الناس اللي عندهم الملف الالكتروني الهشاشه غير مدرجه ضمن الملف، فيحتاج انه يكون انكم انتم تسجلونها في سجل خارجي سجل ورقي. وبعد كذا ينعمل له المريض وبعد كذا يبلغ المريض عن الوقت والمكان. طيب وصلتني انا النتيجه. البعض ممكن انه يروح مثلا ويسوي الريزلت ويرجع لك يقول لك يا دكتور ويا دكتوره هذه النتيجه اعطوني اياها كذا، يعني ارقام كذا قدامك ومكتوب عليها تي سكور. طيب ايش المقصود فيها تي سكور؟ اذا كان عندي تي سكور من بلس 1 الى ماينس 1 فيكون عندي نورمال بون دنسيتي، اذا كان عندي نورمال بون ماس. إذا كانت عندي الريزلت للتي سكور من ماينس 1 إلى ماينس 2.5 فيكون عندهم لو بون ماس أو ستيوبينيا، وإذا كانوا من ماينس 2.5 وأقل فهذولا يكون عندهم ستيوبروسيس. هذا طبعا التي سكور يطبق على الناس اللي أعمارهم 50 سنة وأكبر. طيب لو كانوا أقل من 50 سنة أو البي منيبوزل فهذا فيه سكور آخر اسمه زد سكور، لكن حنا بالنسبة لنا لأنه مجموعة كبيرة منهم يكونون لخمسين سنة فحنا اللي نطبقه التي سكور. في شيء ثاني ممكن نسويه؟ نعم، ممكن نحن نطلب لهم الانفستيجيشن علشان حنا ترول اوت السكندري كوزز، فنطلب لهم الكالسيوم ويكون عندنا اصلا بيس لاين كالسيوم علشان في حال ان احنا لو كانوا يحتاجون ان نعطيهم سبلمنت من الكالسيوم. السي بي سي الكرياتينين الالكالاين فوسفيتيز التي اس اتش والسيرم بروتين الكتروفوريسز الفيتامين دي الباراثيرويد هرمون تستوستيرون سيرم برولاكتين او 24 اورز يورين كولكشن فور كالسيوم اند كرياتينين، كلها على حسب من خلال يعني اذا كان المريض يحتاج لاي واحد من هالانفستيجيشن هذه. بالاضافه الى ان احنا نسوي له اكس راي لللاترال ثراكولمبر سباين، فلو كان عنده كومبريشن فراكشر تبين فيها. هذا طبعا الفراكس تول، هذا طبعا من الادوات اللي هي تعطيني فكره عن ال 10 years فراكشر ليست. في عندها طبعا هي على حسب الدوله، ففي عندها هنا تدخلون يعني هو من الجوجل الواحد ممكن يدخله ويدخل الدوله اللي موجود عندنا. احنا في عندنا السعوديه ما فيها، في الكويت، في ابو ظبي. الكويت قريبه تقريبا البارامترز منا، فممكن ان احنا ناخذها يعني كبديل. في الكويشنير هذا في 12 سؤال يتم الاجابه عليهم، وبعد كذا اللي هو رقم 12 اللي هو التي سكور، اذا كانوا عاملين التي سكور ندخل هنا القيمه وبعدين كالكوليت، فيبين لنا كم من النسبه معرض انه يكون عنده استيوبروتيك فراكتشر او هيب فراكتشر. هذا يلخص لنا جميع اللي حنا كما اقل، فحنا حنطبق عليهم ايش البرايمري؟ قلنا البرايمري من 40 كالسيوم اهميه فيتامين دي الكالسيوم اهميه ممارسه النشاط البدني. طيب اذا كان من الفئه المستهدفه للدكسة سواء البوست مينيبوزال او انهم يكونون ليس ذان 60 ييرز وذ ريسك فاكتور او انه 60 ييرز اند اب، فهذول نحولهم جميعا على اشعه للدكسا اسكان.
لما تطلع لي الدكسا إذا كانت سليمة، إذا كانوا أعمارهم 60 سنة فما فوق، فهذا نعطيهم فيتامين دي وكالسيوم وبعدين نعيد لهم الفحص كل 5 سنوات. لكن إذا كانوا سليمين لكن أعمارهم من 50 سنة وأكثر وعندهم ريسك فاكتور، فهذولا يعادلهم الفحص كل 2 سنين بالإضافة إلى فيتامين دي والكالسيوم. طيب لو كانت غير سليمة، مستشفى محمد بن عبد العزيز، هذا طبعا للإندوكراين كلينيك وهم يبدأون بيز مستشفى مدينة الملك فهد السعود الطبية ليتستقبل من المراكز، مستشفى الملك سلمان، مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل. بالنسبة للقطاعات خارج الرياض، في عندنا مستشفى الملك خالد بالمجمعة وعندنا مستشفى الدوادمي. إذا كانت المستشفيين اللي بالدوادمي والمجمعة تستقبل من المحافظات أو القطاعات اللي قريبة منها، فهذا شيء جيد. طيب نجي الآن للنماذج. هذا هو الريفيرال فور. هذا الريفيرال يعني لمن انتوا لمن بتحولين البيشنت علشان يعمل الاكس سكان، هذا يكون لازم من نعبي له الفورم هذا. هذه طبعا البيانات الاساسيه، وبعدين هنا الريسك فاكتور لو عنده نسجلها هنا اللي موجوده هنا. وبعدين يسجل طبعا البي ام اي له والهايت والويت ومتى راح. وبعد كذا اللي هو الدياجنوسيس، هذه الاكس سكور وإذا إنها تكون زد سكور أو تي سكور، وهنا نسجلها. إذا كانت هي طبعاً لما يأخذون الأشعة يأخذونها لمبر وفيمرال نيك توتال هيب وتفر، أخذوها من أي مكان يسجلون، وبعد كده الدياجنوسيس هل عنده، هل النتيجة كانت نورمال أو استيوبينيك أو استيوبروسيس أو استيوبروسيس وفراكتشر. وبعدين الميديكيشن اللي أعطي، هل أعطي فيتامين دي أو كالسيوم الاندرونيت، هذا اكثر واحد تقريبا يستخدم اللي هي الفوساماكس، ويعطى جرعه واحده في الاسبوع. في عندنا بعد هذا الريلاكسيفين، هذا بعد يعطى اورال، كثير من المجموعه اللي هنا تعطى انجكشن. فهذا هو الريفيرال فور. هذا طبعا علشان البرايمري بريفنشن، وهذا يا جماعه مطلوب من جميع المراكز، من جميع المراكز انهم يعبون لنا النموذج هذا اللي هو نوع النشاط ومكان النشاط، يعني التاريخ واسم المحاضر وعدد المستفيدين. هذا نحتاجه شهريا، لازم ترسلونه بكل النشاط، سواء عمل النشاط داخل المركز او خارج المركز. هذا طبعا النموذج مثل النموذج اللي قبله، لكنه للناس اللي يقدرون يحولون المستشفيات اللي عندهم الدكسة متوفرة في المستشفى، فهو في نموذج واحد لأنشطة التوعية الصحية مع التحويل. وهذا طبعا خاص بالمستشفيات اللي هو النتيجة، وهذول كلها لازم شهرياً توصلنا الإحصائية. الآن الوزارة دمجت برنامجها هشاشة العظام، يعني ضمته مع برنامج رعاية المسنين، فأسهل لنا أنه دائماً المنسق لرعاية كبار السن نفسه يكون المنسق لهال. بالنسبة لنا في أسهل في تجميع الداتا، أسهل بالنسبة لنا في التواصل، يعني أنا أتكلم بالنسبة للمنسقين في القطاعات. هذه طبعا المؤشرات بالنسبه لهشاشه العظام، فعندنا نسبه المراكز اللي تطبق البرنامج بالنسبه للعدد الكلي للمراكز، وكم نسبه اللي تم احالتهم الفحص دكسا، وكم نسبه اللي تم تشخيصهم بهشاشه العظام، وكم من اللي تم تشخيصهم تم احالتهم للعلاج. اذا هذه 4 مؤشرات هذه نستخلصها من الداتا، من الريكوردز عفوا. بعدين في عندنا هنا المؤشرين اللي هي كم عدد نسبة أفراد المجتمع اللي عندهم معرفة عن المرض، وهذه اللي عندهم طرق الوقاية، وهذه عن طريق كويستشنير، وهذا تقريبا من 3 إلى 5 سنوات، لكن المؤشرات السابقة سنويا. هذا الأول والثاني، وهذه شهريا. ولذلك أنا قلت لكم أنه مهم أنكم أنتم ترسلون لنا الإحصائيات شهريا، لأن في مؤشرات شهرية. انتهينا من محاضرة الهشاشة. الحين بفتح لكم المايك علشان إذا كان فيه أي سؤال تفضلوا. المايك تفضلوا، مفتوح الحين المايك الأسئلة. بس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير ورحمة الله فيكم. بسأل بس بالنسبة للكالسيوم وفيتامين دي، إذا كانوا نورمال في السيرة، هل بيحتاجوا نديهم هذا الموضوع؟ لا طبعا، هم هو يفترض اني انا ما اعطيهم، يفترض انهم they get it from من الغذاء، الا في حالات في بعض الناس قد يكون يعني الانتيك عندهم مشكله ما ياخذونه، او انه يكون في عندهم مشكله في الابزوربشن، فهذول الناس اللي انا اعطيهم. اذا كان abnormal اعطيه، اذا كان نورمال لا ما اعطيه، ولكن احنا دائما يعني ننبههم على موضوع انه يعني ايزلي، انه يعني الريكويرمنت مو كبيره، فبسهولة ممكن إنهم يأخذونها بشكل ديلي من الغذاء بدون ما أعطيه المكملات. وهذه يا جماعة جدا مهمة، يعني في ناس يستسهلون إنهم يأخذون مكملات على إنهم يأخذون العناصر الغذائية من مصادرها الطبيعية. جزاك الله خير. هي. أما بالنسبة في يا دكتور، بالنسبة لفيتامين دي، فيتامين دي طبعا لابد من إنه يكون في عندي بيس لاين ريزلت. ما اعطي الفيتامين دي كذا، او اني اروح واعطي سابلمنت بدون انا ما يكون في عندي بدون ما يكون عندي بيس لاين. يعني انا اطلب لهم الفيتامين دي واكوردنج للريزلت، لاني هنا اقرر هل اعطيه جرعه وقائيه ولا اعطيه جرعه علاجيه. لو كانت الريزلت عندي less than 20 نانوغرام بير لتر، او انها less than 50 نانومول، في الحاله هذه لازم انا اعطيه جرعه علاجيه، واللي هي عبارة عن يعني تقريبا من 45 يعني 45,000 إلى 50,000 نعطيهم بشكل يأخذونها أسبوعيا، أو إني أعطي له ديلي بيس تقريبا من 5,000 إلى 7,000 انترناشونال يونت، وأعطيه إياها لمدة 8 إلى 12 أسبوع. بعد كذا أرجع أعيد له التحليل. إذا كان إنه within normal، إذا أنا أسوي له شفت لجرعة وقائية، لأني لو ما أعطيته الجرعة الوقائية حيرجع ديلي بيس في حدود تقريبا 1000 الى 1500 انترناشونال يونت ديلي. واضحه؟ نعم، جزاك الله خير. بس عندنا مشكله واحده اللي هي في المركز الصحي، نحن تبع قطاع المجمع، مركز صحي اليرموك، عندنا مشكله في فحص الفيتامين د، يعني ما عندنا موجود في المركز الا عن طريق المستشفى. طبعا نهائيا ما في، حتى الرياض ما في ابدا عندهم الفحص. لما انا اطلبه احوله للمستشفى، اطلبه من المستشفى اسوي له فورم وارسله للمختبر، وبعدين اطلب منه يجيب لي الريزلت. حتى مراكز الرياض مو متوفر فيها. لا المشكله حتى المعمل المختبر بتاع المستشفى يقول لا ما تحولونا الا عن طريق العيادات. عن طريق عيادات المستشفى. اي نعم، عن طريق عيادات المستشفى. خلاص حولوهم لهم، خلاص اذا هم يعني معنى كذا بيصير عليهم اوفر لود العيادات، يعني حولوها للعياده عشان يطلب لها، وتكتبون في الريفيرال فورم ان الريزن علشان فيتامين دي اسسمنت، بالذات لو كانوا من الفئه المستهدفه اللي عندهم ريسك فاكتور واللي 60 ييرز وابف، لانه بالذات فيتامين دي ما يصلح اني انا اجي واعطيه الجرعه تختلف. صحيح. لازم يكون في عندي بيس لاين ريزلت علشان انا اعالج المريض، هل اعطيه وقائيه ولا علاجيه. تفضلوا في اي سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور محمد. عليكم السلام. علي رفعت الخرج مع حضرتك. حياك الله دكتور علي. شكرا جزيلا على المحاضرات القيمه دي. وحضرتك هل تم تسجيل المحاضرات دي او ممكن ترسلها برضو؟ مش كل الناس استمعت لها او استمع ممكن ينسى. حقيقي محاضرات يعني ممكن تبقى دوكيمنت عندنا الناس ريفرنس يعني. والله انا امس سجلتها بس ما ايوه سجلتها انا امس، يبي لي بس ارجع للريكورد اتاكد منه، ولكن احنا لا زال عندنا دوره باذن الله بعد العيد للقطاعات المتبقيه، في حال ان كان في اي ملاحظات على الريكورد فحنسجلها باذن الله ونرسلها لكم. ابشروا.
شكرا شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا دكتورة على الشرح الوافي وعلى الجرعة الفيتامين دال إذا هي وقائية وعلاجية وهذه جدا ضرورية للبيز لاين. هل يعني أحد عارف هو ليه ضرورية حنا نحددها؟ ليه هي يعني إيش رأيكم؟ ليه وقائية وليه علاجية؟ ما إحنا نعطيها نفس الوقت. هل في أحد عنده فكرة ليش؟ من الحاضرين؟ عندكم ما أسمع السؤال. إيش الجواب؟ الجواب إيش؟ ما فهمت. ما يعني ما كان واضح. ممكن يحصل هايبر فايدامينوزيز اي، ممكن يعمل هايبر كالسيوم رينال ستون وكذا. هايبر كالسيوم فيتامين دال وفيتامين اف الدكتور زيادته من هم الفيتامينين الوحيدين اللي خطوره التسمم عندهم دال والف، فما يعطي خصوص كبار السن. وفي المحاضره الدكتور جزاه الله خير وضح وإن لازم المرضى يجون كبار السن المراجعين ومعاهم الأدوية، وإذا ما جابوها يجيبوا زيارة ثانية مراجعة، لأن كثير منهم يتم وصف لهم فيتامين دال على البيز لاين حقهم اللي هو وقائية أو علاجية، والمريض استمر أخذها سنين وقد يكون تحسن وما يحتاج لها. وهي تسوي يعني مالتي ميديكيشن زي ما تفضلت الدكتورة، وهي فيها خطورة التسمم عندهم، فدائما الواحد يراجع الدوز سواء الأطفال أو الشباب أو أدلتس والثانيين كبار السن اللي هم مور فراجايل للتسمم. جزاكم الله خير. في عندي يعني دكتورة منى إذا سمحتي أطرح سؤال ثاني. ليش يعني إحنا نهتم في تعدد الأدوية كبار السن ونراجع ونشيل ونحط فيها ونقلل الدوز ونزيد الدوز؟ ليه هم يعني مهتمين إحنا في ما ياخذوا 5 و6 و7 أو تعدد الأدوية؟ قصدنا إذا هو ياخذ تبدأ الخطورة من إذا هو اللي هو مالتي ذا من 5 أدوية وما فوق، 5 أدوية وما فوق، فليه إحنا ليه مهتمين بهذه النقطة؟ ما يأخذ 5 و6 وحسن صحته وبقى 7، إيش المشكلة؟ بعضهم يأخذ 10 بعد أدوية، مش تكرار، مش الفريكونسي مثلاً الدايبيتيس يأخذ 3 مرات، ولا إحنا ما نعد الفريكونسي، إحنا نعد عدد الأدوية نفسها. سواء مثلا ياخذ السكر ياخذ 2 والضغط ياخذ 2 وياخذ له للروماتيز وياخذ له للقلب وياخذ للكوليسترول وياخذ للمكملات الصحيه دال وكالسيوم وباء وما ادري ايه ويلا وهلم جرى هذا اذا عنده بعد تايرويد. احنا ليش نهتم بكل هذه الادويه ونراجع شهريا؟ ايش رايكم؟ لماذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور محمد، احنا بنخاف من المالتيبل ميديكيشن وعشان الدراج انتر اكشن وعشان الاولدر يدوس على نفسه، يعني ممكن يحصل له يعني ياخذ دراج يعني ينسى الدراج حقته او ياخذ الدراج من شركات مختلفه. يعني احنا بنخاف من كده، بنخاف من السايد افكت حقه. إذا قد يكون ياخذ نفس الدواء زي ما تفضلت من شركات متعدده، هو نفس الدواء وحيكون الجرعه مضاعفه، هذه واحده، والثانيه الانتر اكشن 2 والفارماكوكينات كلها برضه. ممتاز. في بعض انزايم بيتر وبعض انزايم ديوسر ونتابعها ونشوفها. احسنت. ممتاز. السلام عليكم. إذا سمحتي لي دكتورة ميسون، بس في بعض الإضافات إنه في أصلاً تغيرات يعني فسيولوجيكال
انا بقولها انا بقولها بس دكتورة. انت شكرا لك بس بشوف اذا هم يقولونها اصلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي دكتوره. توجيه الدوادني لو سمحتي الرينال امبيرمنت وفيتامين دي وبعد كده الرينال جوينت ريبليسمنت تغيير المفصل ونعطيه فيتامين دي ولا اللي مغير مفصل. طيب دكتور خلي الدكتورة منى جزاها الله خير توضح نقطة الحلوة اللي كانت تقولها وتجاوبك على السؤال. ايش رايك دكتورة اللي انا يعني اثرتيها جزاك الله خير نقطة حلوة جدا اللي هي اللي هي فيه التغيرات اللي احنا نقول فيسيولوجيكال تشينج تحصل لكبير السن انه اول شيء في الماء يقل عندهم تقل مع تقدم في العمر الكبار وبعدين حتى يعني في عندهم تغير في الرينال. ايوه ممتاز. فهذه من التغيرات اللي تحصل فيصير في عندنا مشكلة بالنسبة للمالتي ميديكيشن بالنسبة لكبار بسهولة ليفر قل أمعاء والليفر هي معروفة هي بتكسر السموم مقلعة والكلى كمان قل عمل الجسم بالسموم تخلص الجسم بالسموم بما انها قلت هذه فحيسهل حيزيد تراكم الادويه ويسهل حصول الاوفر دوز عندهم تسمم وخطر الانتراكشن. احسنتي دكتوره واحسن بارك الله فيك. الله يحفظك. وهذه يا جماعة الله يرضى عليكم يعني مهمة إن حنا نعطي يعني نثقف الراعي المسن بعد نثقف الناس اللي موجودين معاه في البيت عن أهمية هالموضوع والتغيرات اللي تحصل للمسنين. أيوة. إنه في حتى في أدوات الآن يعني في مثلا عندكم العلب الصغيرة علشان حنا نتأكد إنه يأخذ الأدوية وما يرجع يأخذها مرة ثانية. فممكن يعني ان احنا نحط مثلا جرعه الصبح جرعه المساء وجرعه الليل بحيث انها تكون جاهزه لهم. هذه يعني العبوات الصغيره متوفره في الصيدليات فتسهل على كبير السن انه يعرف وش الادويه اللي ياخذها خلال اسبوع كامل يحب ويتم تعبئتها من الاسبوع للاسبوع. بالاضافه الى انه كبار السن احيانا قد يجدون بعد صعوبه في فتح العلب يعني في بعض العلب اللي هي السيفتي بالاطفال تكون أيوة تكون صعبة بالنسبة لهم. أحيانا بعضهم يكون عندهم روماتويد يكون عندهم فترة صعبة. هذه من الأشياء اللي دائما يعني مهمة لما نسوي يعني نسوي تثقيف لهم سواء في اليوم العالمي لصحة كبار السن في الفعاليات اللي في المولات في دار المسنين وتفر أي مكان. هذه من الأشياء اللي جدا مهمة وترى يمكن بعض الناس يغفلون عنها بالذات لكبار السن. صادقة. وزي ما تفضلتي الدكتورة من الأدوية هذه وإحنا ما نبي كبير السن يطيح أبدا لأنه ونس إنه هو يطيح يدخل في سلسلة طويلة من المضاعفات قد تنتهي بأن يكون قعيد أو وفي مشكلة ثانية اللي هي مشكلة البليدنج. لو كان ياخذ أدوية للسيولة وحصل له سقوط فممكن يحصل له بليدنج. فهذه بعد من الأشياء اللي بالنسبة للأدوية لازم تؤخذ بالحسبان بالنسبة لكبير السن. في أي سؤال؟ السلام عليكم دكتور أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. دوامي لو سمحت الانديكيشن اوف جوينت ريبليسمنت تغيير المفصل بعد الهشاشة. ممكن تغيير مفصل مع الهشاشة. شكرا. يعني يمكن هذا يعني هذا يعني يعني يمكن هذا الاخصائي يعني الطبيب هو اللي يغير يعني في عنده مرض بالنسبه لهالموضوع هذا سيوبروس. طبعا مثل ما قلنا سيوبروس هو يحول الى الاندوكراين وهناك انت او يعني اذا كان انه يحتاج شكرا جزيلا. هذه على مستوى المستشفيات. شكرا شكرا. انا حضرت الان محاضره لاستشاري حق عظام وهو يقول لا تستعجل طالما هو يقدر يستخدم الركبه مالته
لا تستعجل في في لا يستعجل الالبان حقها تقريبا ايوه في العلاج لانها هي عشر عشر فما يستعد ولكن طبعا الراي الاول والاخير زي ما تفضلتي هو للاورثوبيديك ايوه طبعا وبعدين ويعتمد على الحاله الصحيه يعني هي يعني في النهايه يوازنونها يعني الريسك والبنفيت بالنسبه له يعني وعلى عمر المريض اذا عنده امراض فهذا يعني الديسيجن يرجع للاورثوبيديك وهو اللي يقرر شكرا اخت المريض هو بيجي بيقول ما في حل غير تغيير المفصل هنا يجي دورنا يعني انا كطبيب يعني في فاميلي ميديسن في المركز اني انا اوضح له طبعا هذه تحصل كثير انهم يطلبون الجراحه الناس يبغون الحلول السريعه حتى مثلا زي موضوع تكميم المعده ويعني جزء والاورثوبيديك يجي انا دوري اني انا اشرح لهم وابين لهم انه اوكي في كذا وفي كذا الاورثوبيديك هو اللي يقرر هذا اني انا احوله شكرا 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سمعت دكتورة عندي ملاحظة واستفسار بنفس الوقت تفضل بالنسبة للبرنامج الأساس للعظام حق المسلمين كلنا عارفين يعني أهميته عارفين فعاليته وممكن تلمسنا يعني فوائد للمسلمين اللي عندهم أساس للعظام لكن عشان نستمر بجوده وفعاليته هل من الأفضل يكون يعني إذا صح نقول individualization للمراكز يعني المركز بحسب الإسقاط اللي لأنه المهم حقت الفريق كامل المركز اللي بيكون فيه مثلا مجموعة طبيب ومجموعة تمريض كافي غير المركز اللي بيكون فيه مثلا طبيب واحد وتمريض قليل هل لو قدرنا نعمل individualization للموضوع ده لكل مستوصف يكون النظام شوية مختلف ولا النظام كده معليش دكتور ما سمعت هل ممكن الصوت ما كان واضح هل ممكن معليش تعيد لي هل ممكن يعني هل ممكن يكون يعني البرنامج على حسب المستوصف يعني يعني مراكز صحية تطبقها ومراكز ما تطبقها او حتى يكون تطبيق مختلف يعني كيف لانه على حسب القوى العامة اللي عندك على حسب عددهم على حسب تدريبهم فهل لو بيجي هو individualized على حسب أي مستوصف هل منطقي ولا لا؟ أنت سجلت؟ يعني أنا أترك الجواب للدكتورة ميسون ولكن اللي أنا أقوله إنه حق الكبير السن في أي مكان في أي يعني هو يعني مثلاً المسن اللي في المنطقة الفلانية ما نحرمه من هالخدمة هذه لأنه تبع المركز هذا فإحنا بقدر استطاع نحاول ان نقدم لهم الخدمه يعني هي في النهايه خدمه للمستفيد نفسه هل انا اقدمها ولا ما اقدمها نعم شكرا للدكتور على وشكرا للدكتور على سؤاله هذا سؤال يعني جدا مهم وزي ما تفضلت الدكتوره الحقيقه لله كبير السن في الحصول على الرعاية قد تكون يعني في أساسيات تتسوى اللي هي هذه لازم الأربعة حق الوظيفة والخمسة القدرة الوحية اللي هي الإدراك اضطراب الإدراك والكآبة وخطر السقوط وسلس البول ومعها تقييم الفانكشنال ابيليتي يعني اللي هو الكومبريهنسيف كله هذا اللي تسوي تمريض هذا أساس بعد هذا ايش يطلع من بوزيتيف اذا هو بوزيتيف الدكتور لازم يشوفه اذا هي واحده منهم يعني مثلا عندها الادراك وذا لازم يسوي لها اختبار ساعه ما عندها الادراك مضطرب ما يسوي اختبار ساعه يعتمد على يعني اذا صارت ال وان شاء الله يعني اذا صارت ال طبعا هذه مشكله ليست سهلة في المناطق النائية معروف يعني لكن إذن الله الملف الإلكتروني حيسهل كثير من هذه الأشياء حيسهل كثير كل الإجراءات سواء كبار السن أو غيرها ملف الإلكتروني موحد نعم هذا بسم الله ما
تفضلوا إذا في أي استفسار أي سؤال. فرصة معنا اليوم دكتورة ميسون شرفتنا، وأنتم بصراحة محظوظين اليوم الجلسة الثالثة أن الدورة الثالثة أن الدكتورة ميسون موجودة معنا. تفضل دكتور. تسلمين دكتورة، متكسرين. تفضل معك المايك. الو. تفضل تفضل دكتور. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يس I'm actually talking from the PC Fuega. I'm little bone disease again. Osteogenesis factor. If any sort of problem, you know, different type of osteogenesis imperfecta, the fourth type is belonging to the babies, children. If they have this type of problem, bone can be affected at any time. So regarding the small children, can you suggest being as a primary physician, we can send the babies if we have any doubt about the problem disease of brittle bone disease. What we have to send the investigation regarding these children? Actually, you know, if you think that he is having problem, the child, I prefer to refer him to the pediatrician. Yeah. It's better and it will be easy for them, for even the family, for, you know, the lab investigation to be done at the level of the hospital. So if you think that he is having anything like what you have said, I prefer to refer him to the pediatrician. That they will send to the orthopedic. Actually, but usually, being a primary physician, what's the best thing? Usually, we tell the patient, if you go to the hospital, please let them write the feedback. You know, we have usually the problem with the feedback. Yeah, feedback the patient, we don't know. Yes. But we don't know what's happened there in the hospital. Yeah. So the best thing is we ask the patient himself or the parent to ask the physician, the pediatrician, or the consultant, write in the referral form the feedback. This is the best thing. Well, unless they saw, till they solve this problem and we have access to have the feedback from the referral. Because actually, I know we miss those we refer them. We don't know what happened in the hospital. Beside this topic, I am asking another question about the, you know, the BCG vaccination for children. Nowadays, not giving at the time of birth. What is the cause to give this behavior changes? Wallahi, I have actually no idea now. But I might ask. But I'm sure that they might notice maybe the study is better to be given at the age of 6 months instead of birth. I'm sure, yeah, because they are doing some study and you know, yeah, they decide. Most of the children are coming without BCG. BCG, yeah. I'm sure, okay, because maybe, I assume because you know the immunity from the mother, it will start to. I assume. إذا كان في أي سؤال يا جماعة، علشان لا زال عندنا في عندنا ثلاثة مقاطع فيديو عن الـ assessment tools
هي مقاطع قصيرة جدا، تقريبا دقيقتين لكل مقطع، فإذا كان ما في أي سؤال نشغل الفيديو. الله يحفظكم جميعا، لا تنسون تسجلون الحضور في الشات لنا. إذا الآن ننتقل علشان نشغل مقاطع الفيديو للأسسمنت تولز، وصراحة نشكر الدكتورة ميسون يعني شكر كبير على تشريفها وحضورها معنا اليوم، صراحة أثرت الجلسة وفي تساؤلات جاوبت عليها، الله يعطيها الصحة والعافية. يا دكتورة شكرا لك يا دعوة، وما قصرتي أنت ما شاء الله كبريتي وفيتك الله يسعدك، وشكرا لكل الحضور، بارك الله فيكم. الله يحفظك، شكرا لوجودك دكتوره ميسون، ما نستغني عن توجيهاتك. حياك الله حبيبتي، اهلا وسهلا اني تايم. بعدين استبشر. The timed up and go, or TUG, tests functional mobility. To perform the test, you need a chair and a stopwatch, or a wristwatch with a second hand. Have your patient start by sitting on the chair, feet flat on the floor, one foot slightly in front of the other, and hands on the armrests of the chair. Put a line on the floor 10 feet or 3 meters away. Ask your patient to stand up from the chair and walk at her normal pace to the line on the floor when you say go. When she reaches the line, she should turn around, walk back to the chair, and sit down. Be sure to start timing on the signal go, and even if your patient has not started to move, and stop timing at the moment she sits back down in the chair. While she's walking, stand between the chair and the line in case the patient loses her balance and you need to assist. Observe and note the patient's posture, width of the base of support, step height, stride length, arm swing, and path. When the test is complete, record the time. Also record whether the patient uses an assistive device, and if so, what type. A community-dwelling older adult who takes more than 12 seconds to complete the TUG is at increased risk of falling. Perform the Romberg test, which primarily tests position sense. To do this, ask the patient to stand with his feet together. Normally, he should be able to maintain this posture with his eyes open, indicating in or function. Now have the patient do the same thing for 20 to 30 seconds with his eyes closed. His posture should remain steady with only minimal swaying, indicating intact position sense. If the patient maintains this posture with his eyes open, but not with his eyes closed, he has a positive Romberg test.
Now check for pronator drift. To do this, ask the patient to hold arms forward and parallel with the palms up and close his eyes for 20 to 30 seconds. Normally, the patient can maintain this position, but watch for downward drifting of one arm and pronation of the arm, which suggests mild hemiparesis. Stay just as you are. Finally, ask the patient to keep his arms up and eyes closed while you tap the arms briskly downward. Normally, the patient's arms return smoothly to the horizontal position. Hi, Colleen. It's nice to see you. Thank you. It's good to be here. It's been about 6 months, I think, since your last clinic visit. Yes. I understand from the nurse that you're here because of some dizziness that you've had recently. Yes, I am. Yeah, sounds pretty bothersome. It is. Well, before we look into that a little bit more, we're doing something new in the clinic, which is that just like the nurse was checking your vital signs, your pulse, your blood pressure, we're now also checking the health of the brain on a routine basis. Okay. And so I'm going to ask you some questions next that require a little bit of concentration. Sound okay? Okay. Okay. The first thing is I want you to listen carefully because I'm going to give you three words that I want you to repeat back to me and try to remember for later. Okay. Okay. You ready? Oh. Mm-hmm. Okay. The words are banana, sunrise, chair. Can you say those back to me? Banana, sunrise. I don't remember the last word. Okay. The words are banana, sunrise, and chair. Can you see those banana, back? Banana, sunrise, and chair. Great. Now, I'm going to give you this piece of paper with a circle on it. And what I want to do is make a clock for me by putting in all the numbers where they go. Now, Colleen, can you set the time so it says 10 past 11? Okay. I'll take that back from you. Now, what were those three words that I had you repeat earlier? Sunrise. Sunrise. Banana. Shampoo. Okay. Great. Thank you. Colleen, have you had any concerns about your memory recently? Yes. Concerns? That I'm forgetting a lot. Okay. What kinds of things have you been forgetting? Things that I'm supposed to do the day that I normally do. Mm-hmm. Or like when I go into a room to get something, I don't remember why I'm in there. Mm-hmm. And then I start cleaning and doing other things, and then I remember what I went in for, and sometimes I don't. Mm-hmm. That's really frustrating. Very. Well, maybe once we're done with today's visit, it might be a good idea to have you come back so that we can look into that a little bit more. Would that be okay? Yes, that would be fine. Okay, sounds good. يعطيكم العافية، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من مقاطع الفيديو. إذا كان في عندكم أي ملاحظة. في أي سؤال يا جماعة؟
شكرا دكتورة منى، الفيديو مرة ثلاثتهم جميلين بارك فيك، وتحيات مناسبة جدا مع المحاضرة، شكرا لك. الله يعطيكم العافية. كان في أي سؤال، في أي ملاحظات من الحاضرين يتفضلون. يعطيكم العافية جميعا، تشرفنا بوجود الدكتورة ميسون، شكرا شكرا كثير دكتور ميسون على حضورك، ما نستغني، ويعطيكم العافية جميعا على حضوركم اليوم، كان الحضور مرة مرة جميل اليوم، إن شاء الله تكونون استفدتوا، أي شيء تحبون تسألون عنه تتواصلون معنا عن طريق المنسقين أو ممكن تتواصلون شخصيا. الله يعطيكم العافية وإن شاء الله نشوفكم في لقاءات ثانية بإذن الله. بإذن الله، شكرا لكم، في أمان الله. كانت دورة طيبة واستفدنا والحمد لله. كان معكم تسجيل حي للدورة مع تحياتي الدكتور طارق من قطاع الدوادمي، شكراً.